ازيكم حبايبي؟ هنعمل النهاردة نوع من السلطات الجميلة ونوع من التغيير في السلطات، وهي سلطة الفاصوليا البيضة بالتونة. بتبقى جميلة جدا ومغذية وفيها فوائد صحية، فيها كمان الخضار. يلا نبتدي مع بعض. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وكومنت. معانا هنا فاصوليا بيضة. الأول أنا كنت جايبة فاصوليا نقعتها وسلقتها لغاية ما استوت خالص. ممكن نقول إن هي كوباية بعد ما استوت، كوباية من الفاصوليا بعد ما استوت. ومعانا كمان فلفل ألوان أصفر وأحمر وبقدونس وبصلاية صغيرة وفصين توم وعلبة تونة، ومعانا ليمون. نبتدي مع بعض. هقطع الفلفل الالوان شرايح وبعدين مربعات رفيعة. هقطع الاول شرايح بالطريقة دي رفيعة كده. هكمل بقية الطريق على كده. كده جهزت كل الفلفل الالوان والجزر بشرته والبقدونس قطعناه والبصل، وجهزنا التونة. نبتدي بقى نجهز الحاجات دي كلها مع بعض. هحط كل السلطة مع بعض. هقلبهم. هحط كمان بقى الفاصوليا. نقلبها برضو. نضيف التونة. ممكن نهرسها حاجة بسيطة كده بس. نضيف بعد كده الليمون حسب ما احنا نعوز. انا ضفت نص ليمونة، اللي يحب ممكن اكتر ليمونة. ونقلبه. ونضيف كمان الملح بتاعنا برضو حسب الرغبة. ونضيف كمان زيت زيتون. تبقى متغذية وجميلة وفيها كل الفيتامينات والبروتينات، جميلة جدا. مالكوش بقى، طعمها فظيع، روعة بجد. جربوها تعجبكم قوي، وكمان في الدايت حلوة جدا. ممكن حتى لو احنا مش عايزين مثلا نعمل اكلة معينة، ممكن يتاكل مع نص رغيف عيش، ممكن يتاكل مع حاجات بسيطة كده، عشان لو حد عامل دايت ما ياكلهاش مع رز مثلا والحاجات دي ومكرونات، ممكن يكتفي بس بنص رغيف. لو عجبكم بقى طب النهارده، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.